السلام عليكم معكم واليوم جات مقطع جديد من لعبة Call of Duty Modern Warfare. طبعا الشباب اللي بتابع قناتي بيعرف اني نزلت مقطع عن افضل مسدسين في اللعبة، مش مسدسين مختلفين بس نفس المسدس، بس تقدر تمسكه بالايدتين. اذا حد نفسه يعرف كيف تسوي هالحركة في مقطع كامل بشرح لك كيف تسويها موجود على القناة. طبعا انا قررت ارجع لافضل مسدس بينهم واللي هو مسدس ممكن يتحول لشوتجن، وهيك بتكون ماسك انت 2 شوتجنز بايدك. السبب اللي بخليني ارجع له واللي هو زي ما انتم شايفين من عنوان المقطع انه هذا المسدس قرب يصير عندي سلاح ذهبي، لانه بدون ما الاحظ فتحت فيه كثير سكنات وفتحهم كثير سهل، ضايل بس شويه مهمات. او ماي جاد، راح ارجع لكم كمان شوي. اوكي وهيك رجعنا، يعني ما طولتش كثير بس تقريبا ساعتين، بس زي ما انتم شايفين خلصت تقريبا كل المهمات وضايل بس اني اجيب تقريبا 7 لونج شوت. اذا اجيب كمان 7 لونج شوت راح يفتح عندي الذهبي على افضل مسدس او افضل مسدسين في اللعبه. خلينا هسه ندخل نلعب، افرجيكم هذا الكلاس الخرافي ونفتح السلاح الذهبي. اوكي تمام، زي ما انتم شايفين المسدسين هيهم معنا. اوكي زين شايفين حرفيا عبارة عن 2 شوتجن بإيدك. زين شايفين تقريبا، اسمعوا تقريبا بحتاج رصاصة، يعني بقدر أقتلهم عن قريب بس بدي أحاول أجيب اللونج شوت. يعني تكربوش علي بتموتوا، ظلكوا بعاد. أوه ماي جاد، أوكي أظن جبت لونج شوت أظن. أوكي لا مش لونج شوت، لازم أكون لسه أبعد من هان. حتى هاي مش لونج شوت. اوه اوكي عرفت ليه مش لونج شوت. اوكي عرفت عشان اجيب لونج شوت مضطر العب بالرصاص العادي مش هذا الرصاص. اوكي اظن هيك لازم نجيب لنا شوية لونج ريج شوتس يعني. انا فاشل. اوكي تمام لونج شوت، لا بديش اجيب كله بدي اجيب لونج شوت. اوكي سلاح في وجهي لونج شوت 41 متر يعني عن شد. اوكي لونج شوت 60 متر. اوكي في واحد هناك، ارجع كابتن برايس. لا ترجع. اوكي لا ارجع، تعرفوا بحتاج سكوب احسن. اوه لونج شوت، بين راسك بليز. ايوه لا يس يس يس. اوكي تمام تحكيش فتحته اخيرا بعد معاناة عن الشت. يعني هو مش بطال كسلاح عادي، يعني هو مش بطال كسلاح هيك، بس قوته هناك مش طبيعية. يعني حتى وانا بلعب بسلاح هو هيك جبت الثاني ب 18 كيل. نحط اكيمبو يعني مسدسين، نحط رصاص الشوتجن، وهيك السلاح هسه بيكون خرافي بشكل مش طبيعي. لحظة نسيت نسيت فكرة الفيديو، وطبعا أهم إشي السكن الذهبي. طلع عليه شي خرافي. هسه راح أكون ماسك 2 من هذا. خلينا ندخل جيم أفرجيكم إياه. تمام خلينا هسه نشوفهم. طلع عليهم، طلع المسدسات الذهبية. خلاص تمام هلا ندعس الفريق ضدنا. ويا كامبر يا حثاله. ايوه موت يا كامبر، نفس الكامبر المسكين مات مني 3 مرات. كيف عدو هان حاسس؟ سمعت صوت الباب فتح. يب سمعت الصوت. يا كامبرز مين بيلعب كامبينج في هذا الماب؟ او مش في هذا الماب، في هذا المود مين بيلعب كامبينج؟ ماسك مسدساتي الذهبية، هذول بس الي. اوكي شت لا كيف سرقته كلي؟ اوكي ويلسون لا شت راح اموت نسيت او لا انت صاحبي يا غبي. عند رصاصة بس نايس. اوكي
شادو هان جوست سنايبر موت جوست موت انت موت انت موت كابتن برايس موت شوية موتت اوه ولا يا حفالة اوكي تمام حلو 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 خلص موت اوكي جبت كلين بحسبهم وكان في هنا كمان اثنين مش مشكلة 28 كيل 28 كيل وخمس اسيست في تيم داث ماتش في شوت هاوس بهذا السلاح الخرافي يس 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 خرا اوي stop eating you fat shit shut the fuck up mate I'm اوكي تمام خلينا نطحنهم هسا what اوكي مش احسن بداية انا اتفق بس هسا راح اوكي اوكي مش احسن بداية انا بتفق بس هسا راح تشوفوا اشي مختلف تماما كيف هذا بطلع لفوق؟ وات؟ هل اشي ممكن؟ كيف هذا بضل يطلع فوق؟ علمني اشياء جديدة طلعوا اول مرة اعرف الاشياء اها اذا هيك بتنقلوا بسهولة زي النينجا اوكي اوكي راح يجي واحد هسه فوجي هيا موت يا حسالة اوكي هلا راح اجي لك جاجر نوت جاجر نوت جاجر نوت طلع الحثالة كان فوق تبعي شو اخذ بريزيشن يلا احسن ولا اشي اضربها هان وبعد شو بتسوي هان ولا ولا تحكيش العلم معي اوه العلم معي اوكي حاولوا اقتلوني يلا او يلا متت شفت كلات يس بحب هالكلات موت يا حثالة موت يا حثالة اوكي انا معي العلم حالش مش منيح حالش مش منيح حالش مش منيح عشت عشت لا رحمة موت خدت العلم انا وهيك فزنا وجبت 29 كيل ثاني على واحد وفي تشالنجز للأسلحة اها اوكي اول مرة اعرف هذا الحكي المهم تشوفوا هذا المقطع اذا المقطع عجبكم لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب كان هذا هو مقطع يعني المسدسات الذهبية حطوا لي تعليقات كل التعليقات حلوة وبحب اقراها كلها احكوا لي شو رأيكم بهذا السلاح وبهذا الفيديو وبس هذا كان معكم ايوبا السلام عليكم